يلا صار لك اسبوعين عم بقول لك انا ما بدي شيء تبهدل بس انت على لا تبهدلني انت على لا تبهدلني انا هلا كل مصرياتي بدي عم بقول لك اياها كلها بدي اياها هلا بدي كل مصرياتي لانه يلعن بيهم الدنيا يلعن بيهم الدنيا لما امك بتطلب منك 50,000 ليرة أمي عم تطلب 50,000 ليرة عم تأذي حالك روح أمي عم تطلب 50,000 ليرة عم تأذي حالك يا حبيبي عم تأذي حالك والله عم تأذي حالك روح خلص روح عم تأذي حالك أمي عم تطلب 50,000 ليرة بتقلها ما معي أمي بتقلها ما معي أمي بتقلها ما معي أمي معك مليون خلص خلص روح روح يا حبيبي روح والله كلها بالهوا سوا روح روح أمي عم تأذي حالك انا شو نشو عبد الله على الدوله يعني انا الزلمه بده مصاريته لك اما عم تطلب مني يلا هلا ماني قادر الا تكلم عليك يا عمي خلص معك مليون انا ما قادر يا حبيبي والله عم تاذي حالك يا حبيبي ذكرني والله عم تاذي لك كيف عم يزلوا العالم روق شوي هذا من هذا شاب صديقنا هلا كله بدي اياها مصاري الله يرضى عليك شو عم بس حدا فوت معه فوت تحكي معه فوت عندي